لسه مكملين معاكم فقرات نهارك سعيد. والنهارده في اول الحلقه بدينا بجمله كده او تنبيه كنا عايزين كل الشباب ان هم يسمعوه. قلنا ان احنا بنفتقد لثقافه الاخر، ازاي نتقبل بعض، ازاي لو احنا مختلفين مع بعض ما نكونش اعداء، كل واحد ليه فكره، كل واحد ليه ايديولوجياته، كل واحد ليه طريقه وليه مبادئ هو بيؤمن بيها، ما ينفعش ان احنا عشان اختلفنا نبقى احنا اعداء. في كتير مننا معتصمين في ميدان التحرير بدءا من 25 يناير، يعني مش لم يتوقفوا من 9 شهور، اعتصاماتهم دائمه، يمكن كانت كل جمعات لكن كانت دائمه وعارفين ان هي على طول موجوده. في اخرين شايفين ان استقرار البلد لا مش في ايد الثوار، استقرار البلد في ان هم يركزوا اكتر في شغلهم عشان البلد تقدر تقف مره تانية. في الحالتين اعتقد ان الاثنين مش غلطانين، في الحالتين كل واحد ليه فكره، كل واحد بيحاول يعبر عن فكره بطريقه معينه، لكن برضه لازم نعترف ان كان في ثوره وان الثوره لازم يتبعها اشياء كثيره جدا لازم نكون مؤمنين بيها عشان فعلا البلد تستقر. النهارده معانا اثنين من اللي كانوا موجودين دايما في ميدان التحرير ومن المنسقين لحركه الثوار، هم محمد نزار مؤسس حركه الصمود الشعبي ومؤسس لجنه الحشد، والاستاذ الدكتور احمد عبد الجليل منسق عام لحركه الثوار. صباح الخير. صباح الخير. طبعا انا مش قادره اقول نهاركم سعيد قوي يعني بالقلب عشان الاحداث المؤسفه اللي بتمر علينا اليومين دول. فقبل اي حاجه طبعا لازم ابتدي واسالكم عن اول احتكاك بين الداخليه وبين الثوار في ميدان التحرير. الدكتور اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اوضح بس انا لست منسق ثوار، انا واحد عادي جدا من الشباب الموجودين في ميدان التحرير واعتذر عن نبض صوتي بس ده نتيجه وجود مفتاحي. اولا الموضوع كان ماشي عادي جدا خالص، واسمحي لي ان انا ارفض ربط ما بين الجمعه اللي حصل نزول فيها لبعض الطيارات واحداث اللي حصلت ترتبت عليها ما بعد الجمعه. انا شايف ان في خلط عجيب جدا. لا هو اللي حصل نتيجه ان محاوله فض الاعتصام مصاب الثوره من الخيمه الامن الصينيه اللي في الوسط ميدان التحرير بعنف شويه، ده اللي ادى الى تطور الوضع. اسمح لي اقول كلمه حضرتك ان ما ترتب عليه من بعد احداث يوم الجمعه اللي هو من يوم السبت لحد النهارده هو حاله الاحتقان اللي بقى لها 9 اشهر. مش تداعيات يوم الجمعه ولازم نفصل ده. يمكن حضرتك ان احتقان موجود 9 اشهر. عجبتني جدا كلمه احد الناس اللي احسن مني 60 مره لما وقف وقال ايه اللي حصل؟ ايه اللي اتغير؟ قالوا لنا هنعمل سقف اعلى للمرتبات، قالوا لنا هنحسن الاجور، قالوا لنا كذا، قالوا لنا كذا، قالوا لنا عدل، قالوا لنا محاربه فساد. ايه اللي حصل من النهارده لحد ما هو ده يمكن اللي وصل الوضع اللي احنا شايفينه دلوقتي. يعني نقول ان هي استكمال للثوره. هو فعلا استكمال للثوره لان الثوره لم تنتهي بقى. طيب محمد انا برضو عايز اسالك عشان نبعد شويه عن يوم الجمعه بدءا من عن يوم السبت بدءا من يوم الجمعه، ويعني من يعني يسموا انفسهم بجماعات الاسلاميه كانوا قايمين بمليونيه في ميدان التحرير، وعايز اعرف تعليقك عليها. يعني تقدري هم تقولي ناس ملصقه ليهم كوادر بس. حد يقول لهم يمين هيقولوا حاضر، حد يقول لهم شمال حاضر، واغلبيتهم بصراحه ناس ما عندهاش وعي. حتى كان منهم حازم ابو اسماعيل كان واقف على الاستيج، هو كان بيدعي للاعتصام من قبلها باسبوع بيدعي للاعتصام، فكلهم نازلين عشان يعتصموا. مره واحده طلع الستيج قال لهم انا بلغي فكره الاعتصام النهارده يوم الجمعه وبقول لكم انتشروا وامشوا. هو قال كلمه انتشروا من هنا ابتدوا يرموه بالطوب، يعني هم منهم فيهم حتى اللي كانوا جايين له حذفوه هو ساعتها بالطوب لان هم رافضين الموضوع ده وكانوا عايزين يعتصموا. يعني انا مش عايز اعرف ايه اللي حصل في الميدان، يمكن اكتر اللي ممكن يتكلم عليها احد المنضمين للجماعات الاسلاميه، بس عايز اعرف منك تعليقك انت كشاب من ثوره 25 يناير شايف مليونيه الجماعات الاسلاميه في ميدان التحرير ازاي. انا شايف في منهم ناس محترمه عندها وعي تبقى معانا معتصمين عادي، وفي ناس ثانيه حاسس ان هم يعني بينفذوا اوامر وبس. سمعنا ان المعتصمين منعوهم من دخول ميدان التحرير. لا 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 حصل؟ ما حصلش ابدا. ما حصلش. ده في واقع معاهم كمان يوم 7/7 انا فاكرها، يعني هم كانوا عايزين يهدوا الاستيج اللي احنا بنيناه ويبنوا الاستيج بتاعهم. يعني هي تضاربت الاقوال. فدكتور اسمحي لي اضيف كلمه صغيره. ما بنمنعش دخول حد الميدان. اسمحي لي اضيف كلمه صغيره. يمكن من احد المشاكل اللي احنا موجودين فيها تقسيم المجتمع. انا ارفض بعد اذن حضرتك تسمية جماعات اسلاميه او تسمية تيار ديني، احنا كلنا في الاول وفي الاخر مسلمين. عشان كده قلنا من يسموا انفسهم. من يسموا، لكن هي الفكره في الاخر حتى لو كانوا من يسموا انفسهم هو كله بيدور لمصلحه البلد. لا يوجد احد ما بيدورش لمصلحه البلد، طالما هو عايش على الارض دي هو بيدور، بس هي المشكله ان هو معتقد ان مصلحه البلد من وجهه نظره دي.
مشكلتنا زي ما حضرتك قلتي في بدايه الحلقه ان احنا ما عندناش ثقافه راي الاخر، ودي مش ذنبنا ولا ذنب الجيل اللي اعلى مننا ال 10 سنين قدام. هي ثقافه موروثه من الفتره اللي فاتت كلها. انا ما عنديش ذنب الجيل يا احمد اللي قبل مننا، ذنب الجيل اللي قبل مننا، ذنب الجيل اللي قبله كمان، بس احنا ما عندناش ثقافه راي الاخر. لكن اللي احنا وصلنا له ده بعض اصلا، اللي احنا وصلنا له ده سببه التخوين. ويمكن صدقيني حضرتك احنا لو قدرنا نشيل قصه التخوين دي كل المشاكل دي هتتحل. احنا ما عندناش حد بيسمع واسمع منك واشوف الصح هيمشي في اتجاه ايه. هو رايي صح وبعيد كلامي تاني لمصلحه البلد، ورايك صح لمصلحه البلد، بس انت متمسكه برايك وانا متمسك برايك، وده غلط. البلد في الفتره اللي احنا فيها ده مش حملنا. نرجع ليوم السبت تاني وحصل احتكاك بين الداخليه وبين المعتصمين بميدان التحرير، ايه اللي وصل الوضع ليه ما هو عليه النهارده؟ هما بيرموا قنابل، بيستفزوا الثوار، كم مره بيحاولوا يقتحموا الميدان. هي الفكره زي الناس بتقول احنا عايزين نروح وزاره الداخليه، بالعكس احنا بندافع عن نفسنا. محمد اشرح لنا فكره شارع محمد محمود، عشان في ناس كثيره جدا بتقول محمد محمود يبعد عن الداخليه شارعين، ويعني اللي عايز يهاجم وزاره الداخليه ممكن يكون له طرق اخرى، والعكس صحيح. والداخليه بتقول ان ده احد الطرق المؤديه اليها، فاشرح لنا فكره هاجم. شارع محمد محمود مش عايزين نهاجم خالص الداخليه، ومش عايزين حاجه، احنا بندافع عن نفسنا، لان الداخليه بتخش من الشارع ده، ده من زمان يعني، حتى اعتصام 28/6 برضو كانوا هما بيخشوا لنا من الشارع ده. كل مره الداخليه بتيجي الميدان بتيجي من شارع محمد محمود. فالمره دي لما جم قعدوا يضربوا فينا، ابتدينا ندافع عن نفسنا، فدخلوا الشارع وقفنا الشارع، حطينا متاريس. مره واحده هما يقولوا لنا خلاص من بعيد، اسكتوا اسكتوا اسكتوا، خلاص نروح احنا هادين، وبعد ما نهدى نلاقيهم بيضربوا فينا تاني. الكلام ده برضو كله متصور. حاولنا بقى ان احنا نطلع قدام شويه، ناخد مساحه اكبر بحيث ان نبعد الهواء والقنابل انها تخش الميدان. من هنا بقى ابتدوا يقولوا ان احنا عايزين نروح نقتحم الوزاره، بل بالعكس. كم مره الشيخ مظهر قال بالليل الداخليه مش هتضرب نار، فعلا وقفنا ضرب وكل حاجه، فضلنا واقفين قعدنا ساعتين بالظبط هدنا. بعد الساعتين لقينا ضرب النار بيبتدي يشتغل علينا، خرطوش بقى والقنابل المسيله للدموع محرمه دوليا، حاجات غريبه جدا يعني. هم اللي بيستغبوا او هم اللي بيبتدوا. انا عايز يعني اضيف نقطه بس يا محمد محمود، يمكن نوضح بس امر صغير، ان كل من هو متواجد في التحرير، يمكن دي فاتت عليها من اول حلقه، كل من هو متواجد في التحرير احسن مننا 60,000 مره. يمكن هي الصدفه اللي لعبت ان احنا نكون متواجدين في برنامج زي ده. لكن شايف محمد محمود، والعجيب انه رجل ذو القبضه الحديديه زي ما اتقال عليه زمان، وكان وزير داخليه، وزير داخليه يعني 1928، وكان صاحب القبضه الحديديه، هو ده الشيء اللي وجد هذه المآسي. خلينا بس نتفق ان المره دي بالذات، وانا متحمل الكلام اللي انا بقوله لحضرتك ده، مختلف عن اعتصامات من اول شهر 4 وشهر 7. احنا كنا متواجدين في الفترات دي، ويمكن احنا مش متواجدين بصفه دائمه بالمنظر الطبيعي كطبيب، لكن المره دي احنا نشعر وبامانه الله، وانا مسؤول عن هذا الكلام، ان هناك ايدي خارجيه في حاجه غلط في الموضوع. بمعنى يمكن انا كان ليا موقف في شارع محمد محمود، وحاولنا نرجع الناس بمبادره فرديه، ولحد ما وصلنا للصف الامامي وكنا موجه الينا في ظهري شعاع ليزر، لم يطلق نار ولكن كان موجه شعاع ليزر، واحد الناس قال لي حاسب حاسب. لكن الشاهد في الحوار، الناس بترجع، الناس معتقده ان الوزارات ان الداخليه هتهجم من الشارع ده، فبتتواجد في هذا الشارع عشان عارفه ان مدى القنابل لو قضيت انها تمنع دخول الضباط الافراد المجندين من جهاز الشرطه لبدايه عند هرديز، بدايه اول الشارع، هترمي القنابل بتاعتها جوه الميدان. يوم الاثنين بالليل عملت مبادره وربنا كرم الحمد لله، ووقف هنا، حرام الناس اللي بتموت جوه، الدم دم المصري ده غالي، واحنا كده كده مش هنقتحم الوزاره، ولا حد في دماغه انه يقتحم الوزاره. ارجع ارجع. يوم الثلاث لما حاولت المحاوله دي تاني، فوجئت باحد الناس الموجودين انه بيقول لي احنا سمعنا كلامك امبارح وابتدينا نرجع، حصل علينا اطلاق قنابل من المكان ده. هو الشاهد ما استشعره هو عند، بس عشان الامور تبقى اصلا صح، هو عند الشباب عاند وعايز يرجع الداخليه لورا، والداخليه عنده وعايزه ترجعهم جوه. لا، وفي في الشباب ناس مندسه، ده حقيقي. ده انا مسكنا واحد واعترف لنا، انا واخد 400 جنيه وحاجه كده بالدراجز، وهو مش عارف اساسا هو ايه، قال لي كل ما عليا ان انا بقعد احدد يعني في من يحاول انه يعني دي حقيقه فعلا يثير فتنه او يثير شغب بين جداً. بين المره دي ده حاسينه جدا جدا جدا، المره دي ده حاسينه ان في ايدي خارجيه بتلعب. طيب بعد اذنك يا دكتور، دي مسؤوليه مين؟ مين المفروض يتخلص من العناصر اللي ممكن تكون يعني جايه عشان تسبب وقيعة؟ خلينا نتفق ان في وقت الفوضى صعب انك تعملي كنترول. في فوضى، في فوضى، في شباب بيخش، اللجان الشعبيه يعني ممكن اقول الجانبين،
اللجان الشعبيه اللي موجوده بتعمل دورها وكترخيهم. الناس دي واقفه، عشان كده بقول لحضرتك الناس الموجوده في التحقيق احسن مننا 60,000 مره. الناس موجوده وبتمنع وبتفتش الناس وبمنتهى اللياقه ومنتهى الذوق وعين تحقيق شخصيتك، لكن انت مش هتقدري تعملي كنترول على الناس دي كلها في نفس الوقت وبالاعداد دي في نفس الوقت. الداخليه ما عليها دور تاني، ان المفروض انك الناس بتتعرض وبتموت، خلاص انا هرجع ظباطي جوه. طب ما احنا بقى لنا 9 اشهر الداخليه غير متواجده في الشوارع، جت على شارع محمد محمود ولازم تتواجد ولازم تبذل قوتها. طب ما احنا بقى لنا 9 اشهر الناس بتوقف على الطريق، وبقى لنا 9 اشهر اللي بتسيق عبيطه واللي بتسيق بيت ما حدش بيعرف يجيبه. لو ممكن اقول واقع حصل كمان، يعني الداخليه ذات نفسها كانت بتضرب عربيه ملاكي وكسرتها، وبعد كده كمان حرقت بيت في الشارع الفلكي، بيت اتحرق. الكلام ده كان يوم الاثنين الصبح، وتصور برضو الكلام دوت. طب ليه؟ هو يمكن محمد الصور اللي شفناها على بعض شاشات التلفزيون كانت يعني صور يعني مأساوية، مش هقدر اقول غير كده. اللي انت بتقولي بكتير. من جهة اتقال لا الصور دي فيها بعض التلاعب، وان الشاشات الفضائية العربية كانت بتحاول تركز على مشاهد معينة دون الاخرى. عايز اعرف هل الصور دي حقيقية؟ الصور دي غير مفبركة؟ الصور دي انتوا شاهدتوها بعيونكم؟ شفتوها بعينيك؟ اه طبعا، احنا كنا موجودين في الواقع كمان. عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا يمكن دايما بنقول لهم سلميه، هما بيضربونا بالنار. يعني الواقعه دي كانت امبارح او اول امبارح الصبح، عسكري شفناه فوق في المكتبه بتاعه الجامعه الامريكيه قناصه. المهم عرفنا ان احنا نطلع من غير ما ياخد باله ومسكناه نزلناه تحت، بحيث ان احنا هنتفاوض بقى، ادونا الناس اللي عندكم مثلا وخدوا العسكري، لان الناس المنسقه في وسطنا اللي واخده فلوس عايزه تموته. يعني عرفت اخبيه في حمام كده وهربته، اديته بلطو دكتور وطلعته من المواسير بحيث ان هو يهرب، وخرجت انا قلت لهم خلاص يا جدعان ده هو محبوس جوه. الناس دخلت طبعا ما لقيتوش، ابتدوا يتخانقوا مع بعض. طلع مننا 5 دكاتره عشان يروحوا للداخليه يحاولوا يتفاوضوا معاهم، خدوا 5 وما جابهمش تاني لحد الان اختفوا. هو احب برضو اعبر او اعلق على النقطه دي بشيء، مش كل الداخليه غلط، ما هو برضو لازم نبقى الامور واضحه. اكيد في ضباط كانت بتحيينا على فكره، تاكيد، وفي ضباط شرطه مش عايز اقول لحضرتك يعني باكت بالدموع لما شافت اللي بيحصل في محمد محمود وعارفه معرفه شخصيه، وقال لك اللي بيحصل ده حرام. لكن برضه احنا من احد الحاجات اللي حصلت بعد ثوره يناير، بعد جهاز شرطه من 15 20 سنه فاتت، كان المطلوب اعاده هيكلته. اعاده هيكلته مش معناها ان انا اطلع قيادات على المعاش بالمناسبه، ودي يمكن احد وجهات النظر المطروحه، مش ان انا اطلع افراد على المعاش اطلاقا. اعاده الهيكله معناها ان انا اعيد نظره تاني للمناهج اللي بتدرس ليهم. اعرف ان ده من جهه، ومن جهه تانية المواطن انت عليك واجبات وليك حقوق، وحضرتك انا بادي كلامي بان عليك واجبات. حضرتك امشي في الشارع وشوفي حضرتك ان احد الطوائف السواقين الميكروباص مثلا بيكن صف تاني وتالت ورابع، احد الافراد العربيه ملاكي لكن في وسط الشارع، يبقى احنا علينا دور وهم عليهم دور. انا بطالبهم باعاده هيكلتهم، يبقى انا كمان لازم انا كمواطن اطلب زمايلي اعاده هيكلتنا. هكذا يستقيم الامر، لكن الميزان دايما في كفتين ما فيهوش كف واحده. طيب يعني من المواضيع المهمه جدا لازم اكلمكم فيها النهارده الانتخابات، ايه رايكم في ان الانتخابات يعني بتؤكد الحكومه كل يوم ان هي هتقام في مواعيدها المحدد مع ام ضد؟ مش انا يعني احنا سافرنا المحافظات، هقول لك حاجه بسيطه كده، كان في حركه اسمها امسك فلول، عايزين نعرف الناس مين هم بتوع الحزب اللي نازلين في المحافظات. شفنا كميه سلاح رهيبه جدا، سواء كالصعيد ولا كالارياف ولا ولا ولا، يعني كان هيحصل بحر دم. خلينا نحاول نفهم الناس يا جدعان، نحاول ناجل الانتخابات. عايزين الدستور اولا، اي دوله بتمر بالمرحله اللي احنا فيها دي بتعمل الدستور اولا، بعد كده رئاسه الجمهوريه، بعد كده انتخابات مجلس الشعب. احنا ابتديناها بالعكس، انتخابات مجلس الشعب، بعد كده الدستور، بعد كده رئاسه الجمهوريه. دلوقتي تقدري تقولي لي لو حصلت انتخابات هتتامن ازاي في وسط اللي احنا شايفينه ده كله داخل القاهره؟ رافض فكره تامين الانتخابات هتكون ازاي، ولا رافض فكره اقامه الانتخابات في مواعيدها؟ هيقامه الانتخابات دلوقتي انا رافضها بصراحه، رافضها لانه مش عارف يامن. لو انت يعني انت خلاص طالما قدرت تتامن الانتخابات ما امنتش ليه محمد محمود؟ طالما انت عندك القدره يعني بتعمل حاجه وبتسكت في حاجه تانية ليه؟ وليه طيب يعني؟ هو في اهداف، في حاجات غريبه الواحد مش فاهمها. اقتبس من الكلام حضرتك ان